أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة وإليكم أبرز العناوين. الأخبار اللبنانية: كتلة الحكيم الجديدة هي لحماية الحكومة. القدس العربي اللندنية: كورونا يصيب أكثر من 30 سجينا في بغداد. في تقرير للمراقب العراقي: مزاد العملة ضالع في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشرعنة لاحتكار الدولار لمصارف الأحزاب. من المقالات: يكتب شكر الحسن في المدى العراقية: الجفاف يشعل فتيل النزاعات القبلية في جنوبي العراق. وتتساءل مها الشريف في صحيفة الجزيرة السعودية: هل التطور التقني أنقذ الإنسان؟ فاصل قصير وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن الكاظمي جرد فالح الفياض من منصبين أمنيين رفيعين كمستشار للأمن الوطني، ويأتي إعفاء الفياض في سياق التغييرات التي أجراها الكاظمي في المناصب العليا في الدولة العراقية العسكرية والأمنية. قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن كتلة الحكيم الجديدة هي لحماية الحكومة، ووفق مصادر مقربة فإن هذا التحالف جاء لإيجاد التوازن السياسي وتقريب وجهات النظر، وسيعمل الحكيم على الحفاظ على الكاظمي بشتى السبل وعقد تفاهمات لإنتاج رئيس وزراء في مرحلة إجراء الانتخابات المبكرة. نقلت صحيفة القدس العربي تحذير وزارة العدل العراقية بأن كورونا يصيب أكثر من 30 سجينا في بغداد، مؤكدة أن إمكانات مواجهة الفيروس محدودة. ويقول مدير دائرة إصلاح الأحداث: نظرا لتسجيل إصابات بين العاملين والحراس بالسجون، فقد انتقلت العدوى إلى النزلاء، لا سيما أن أغلبهم من مناطق موبوءة بالمرض. وفي موضوع آخر للقدس العربي: سكان من بلدة مكيشيفة الواقعة شمال مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين يتهمون الحشد بتنفيذ انتهاكات ضدهم. وتنقل الصحيفة عن أحد المواطنين قوله: إن ميليشيا قامت بمداهمة المنازل ليلا واستخدام القنابل الصوتية، ما أدى إلى ترويع الأطفال والنساء. عنونت صحيفة العربي الجديد اللندنية: اغتيال الخبير الأمني البارز هشام الهاشمي وسط بغداد. ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة العراقية إن مجموعة مسلحة أطلقت النار عليه بعد خروجه من لقاء في إحدى المحطات الفضائية العراقية متوجها إلى منزله، ما أدى إلى وفاته على الفور. وتتزامن حادثة الاغتيال لناشط في مجال التحليل الأمني للمشهد العراقي مع تصعيد واضح للميليشيات في بغداد. قالت صحيفة المراقب العراقي في تقرير لها: إن مزاد العملة ضالع في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشرعنة لاحتكار الدولار لمصارف الأحزاب. ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن مافيات الفساد المتنفذة لا تسمح بإيقاف المزاد لمنافعها المادية والأرباح التي تحصل عليها، بينما يؤكد المختص بالشأن المالي سامي سلمان أن المزاد أصبح ممرا للفاسدين لإخراج أموالهم خارج العراق بطريقة قانونية. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يكتب شكري الحسن في المدى العراقية: الجفاف يشعل فتيل النزاعات القبلية في جنوبي العراق. ويرى الحسن أن هذه النزاعات تشهدها المناطق الساخنة في جنوبي العراق بين فينة وأخرى، ولا تتوانى العشائر عن حمل السلاح والاقتتال فيما بينها، وقد تشكل موجات الجفاف تهديدا جديا للاستقرار المجتمعي الهش في ظل الافتقار إلى سياسات حكومية لإدارة ملف المياه. ومن المرجح أن يكون المستقبل محفوفا بالمخاطر. ويكتب زيد الحلي في الزمان العراقية: الحكومة تكره الصحافة. ويرى الحلي أن الصحافة العراقية لم تشهد وضعا مأساويا مثل الذي عانته في السنين القريبة المنصرمة، حيث بدأت عناقيد الصحف تتساقط بسبب شح مواردها وابتعاد الحكومة عن شواطئها، مضيفا: الصحافة تموت ببطء أمام أنظار الحكومة دون أن يلتفت إليها أحد، ناسين أن ذلك هو موت مجتمعي بالكامل. وتتساءل مها الشريف في صحيفة الجزيرة السعودية: هل التطور التقني أنقذ الإنسان؟ مضيفة: لم يستفد من التطور التقني إلا تجار الأسلحة العسكرية في أغلى الصفقات رواجا في العالم بسبب الحروب، وفي مقدمتها نزاعات الشرق الأوسط. ومن خلال المعطيات والنتائج التي يشهدها إنسان اليوم، سقطت أمامه تقنيات الدول الكبرى في العالم الغارقة في المصالح السياسية والاقتصادية وفيروس كورونا. مشاهدينا، ستكون معنا في حوار أسبوع الصحافة هاتفيا من لندن الدكتورة انتصار العبادي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب عبر الهاتف من لندن بالدكتورة انتصار العبادي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان. مرحبا دكتورة انتصار، إلى هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم وأهلا بالمشاهدين الكرام. دكتورة، نبدأ من عنوان صحيفة الأخبار اللبنانية: كتلة الحكيم الجديدة هي لحماية الحكومة، حيث ستعمل للحفاظ على الكاظمي بشتى السبل وعقد تفاهمات لإنتاج رئيس وزراء في مرحلة الانتخابات المبكرة. إذن ما دور الشارع العراقي المنتفض إزاء ذلك؟ تداولت هذا الموضوع كثير من الصحف، وجاءت هذه الموقف باعتبار بأنه كتلة الحكيم تريد أن تعمل كتلة باعتبارها تنتهج نهج الليبرالي. ولكن تعرف أنت بأنه لو رجعنا إلى هذا الاتجاه، هو كليتهم نفس الأحزاب التي قتلت وسرقت وأرست نظام المحاصصة. يعني عمار الحكيم تقلد كثير من هذه الكتل، ولا ننسى بأنه هو أدخل أيضا في هذه الكتلة كتلة اسمها إرادة، التي صاحبتها حنان الفتلاوي، وهي غنية عن التعريف من هي حنان الفتلاوي. عموما الشعب العراقي أو المنتفضين يعني صار عندهم الوعي الكافي باتجاه هذه الكتل واتجاه هذه الأحزاب، لأنه بالحقيقة لا مجال للإصلاح بوجود هؤلاء. فأما الثورة وأما لا إصلاح، لأنه نفس هذه الأحزاب هي تعيد ترتيب نفسها، يعني مثل نقول إعادة النفايات. طيب، برأيك كيف سيحافظ المتظاهرون والمنتفضون على حقوقهم المشروعة؟ الثورة يجب أن تستمر، والثورة يجب أن نقول بأنه بدأت بداية صحيحة
في بداية تشرين، ولكن بعد جائحة كورونا واحتلال بعض الأحزاب للمواقع التي كان يحتلها الثوار بدت تحرف هذه الانتفاضة والثورة الجماهيرية. ولكن الشباب الواعي الآن، وأنا على اتصال دائم بهؤلاء الشباب، هم شباب يعي ويعرف كيف يتصرف وسوف تستمر الثورة. لا يعني لا يفرح هؤلاء بأنه الثوار توقفوا، لا، هي إعادة ترتيب، إعادة ترتيب لما بدأوه وسوف تستمر. وطبعا الثوار هذه تتطلب منهم تضحيات وسيطرة لإرساء القيم الجديدة في المجتمع. نتحول إلى صحيفة القدس العربي اللندنية التي نقلت تحذير لوزارة العدل العراقية بأن كورونا يصيب أكثر من 30 سجينا في بغداد، مؤكدة أن إمكانات مواجهة الفيروس محدودة. كيف تنظرين إلى واقع السجون في العراق وهي تكتظ بمئات الآلاف من المعتقلين وقد انتشر بينهم وباء كورونا؟ بالضبط ما يجري الآن في السجون وبوجود جائحة كورونا، أنا أعتبرها بأنه هي إبادة جماعية تتحمل مسؤوليتها الدولة، لأنه أهم ما تؤكد عليه المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بأنه تعزيز الوعي بطرق الوقاية من المرض، مثل التباعد الاجتماعي، غسل اليدين باستمرار، تقليل الاحتكاك. طيب إذا احنا نظرنا إلى السجون الموجودة في العراق والصالة اللي مثلا تتحمل 250 شهدوا من زاروا السجون بأنه تحتوي أكثر من 600 شخص، فماذا تتوقع؟ يعني أكيد هناك تعمد إزاء السجناء للقضاء عليهم. كلنا يعرف تردي الواقع الصحي في البلاد والتي تتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة والفساد المالي المستشري في المؤسسات الصحية وعدم توفير المستلزمات والتجهيزات الصحية والدوائية، والتي تسببت بارتفاع الإصابات حتى بين العاملين من الأطباء والممرضات. وقد جاءت العراق من بين ثلاث دول عربية سجلت أعلى وفيات حسب إحصاء لمكتب شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية. وقالت في هذا الموضوع مديرة اللجنة الإنقاذ الدولية إن معدل انتشار الفيروس بالعراق مقلق للغاية. نعم، نبقى دكتورة في صحيفة القدس العربي اللندنية في موضوع آخر. الميليشيات نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة مكيشيفة شمال مدينة سامراء، ويقول أحد المواطنين تمت مداهمة المنازل ليلاً واستخدام القنابل الصوتية، ما أدى إلى ترويع الأطفال والنساء. لماذا برأيك دائما يستخدم الترويع للناس الآمنين والعزل؟ يعني هذا واضح، والمواطن يعني الناس والمواطنين يعني عرفوا هذا، وتحدث المواطنون هناك بأنه اعتقل 50 مدنيا أعزل. الهدف واضح جدا، هو تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وبأساليب متعددة، هي هاي اللي يستعملوها، الضغط على الأهالي، التنازل عن ملكية أراضيهم إلى منتسبي الحشد، الاستيلاء على منازل المدنيين، مساومة أهالي المعتقلين بمبالغ كبيرة، وهذه تؤدي بأنه إلى الناس تضطر إلى بيع أملاكها، تهديد المزارعين، أصحاب أحواض الأسماك، قطع الكهرباء والماء، كل أساليب تنتهجها الميليشيات للضغط على الأهالي بترك مناطقهم. طيب، عنونت صحيفة العربية الجديدة اللندنية اغتيال الخبير الأمني البارز هشام الهاشمي وسط بغداد،
وتتزامن حادثة الاغتيال لناشط في مجال التحليل الأمني للمشهد العراقي مع تصعيد واضح للميليشيات في بغداد. برأيك دكتورة، ما الدوافع وراء اغتيال الناشطين؟ الدوافع واضحة. الميليشيات والأحزاب الدينية الآن هي المسيطرة على مفاصل الدولة، ووصفت هذه الميليشيات بأنه هي الدولة الموازية. بدأت على شكل بأنه تتدخل في قرارات الدولة، تتدخل في بعض الأمور. الآن أصبحت هذه الميليشيات هي القوة الضاربة، وهي أقوى من الدولة الأم، ولذلك هي تتصرف بحرية عندما تجد من لا يوافقها أو من يخالفها الرأي تقتله، وبكل مكان وفي أي زمان كان. والدليل واضح عندما قتل أيضا أحمد عبد الصمد في البصرة، والآخر في الناصرية الطائي. قتل كثير، والمتظاهرين المنتفضين قتلوا 700 شخص قتل. يعني من قتلهم؟ أكيد هؤلاء الميليشيات المتغولة التي أصبحت هي أقوى من الدولة، لأنه السلاح بيدها، المال بيدها، وبرز الدولة الدور مالتها القوي الآن وواضح الآن للعيان. يعني الميليشيات من يعني خلينا نقول لمدة 16 سنة تسرق المال وتسرق السلاح حتى من الدولة لتقوية جانبها. فكيف الآن تريد في أشهر أو في سنة يستطيع الكاظمي أو غير الكاظمي أن يسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة والتي تحمل أنواع الأسلحة؟ نعم، نتحول إلى الجانب الاقتصادي. صحيفة المراقب العراقي تنقل في تقرير لها أن مزاد العملة الذي يجري في البنك المركزي العراقي يعد من أكثر الملفات فسادا في العراق، لأنه يتسبب في هدر الأموال في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العراقي شللا كبيرا. إذن بعد المتاجرة بأرواح الشعب، تتاجر الحكومة الآن بحقوقهم وأموالهم، ماذا بعد؟ الآن العراق يعاني من الانهيار الاقتصادي، ومجلس النواب شرع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي في وقت لم تتقدم به حكومة بغداد ميزانية 2020 العام الحالي حتى الآن. يعني هو هذه مخالفة للدستور وصورة للفوضى المالية السائدة في البلد. القانون الجديد يتيح للحكومة الحصول على مليارات الدولارات من البنوك الخارجية ومن البنوك الداخلية، والبنوك الداخلية تتوقع بأنه هي تستطيع إقراض الحكومة حوالي 13 مليار دولار. في وقت هذا الانهيار الذي يعاني من العراق، الانهيار الاقتصادي، نرى بأنه الدولة العراقية التي هي لا تملك إلا النفط الآن لسداد مستحقات الرواتب والمتقاعدين والأشياء الأخرى، تذهب إلى الدولة التي الآن تعاني من الانهيار إلى لبنان لتتعاقد معها، أو تذهب بالمال بمليارات الدولارات لتخرجه من العراق لتشتري من إيران مادة النبض من العراق. فيعني الفساد واضح، يعني الفساد واضح في كل شيء. يعني الشعب الآن العراقي الآن يعاني الأمراض والجوع وكل هذا، لأنه يعني الأحزاب هي التي تسيطر، هي التي تسير الأمور، ولا قدرة الآن، لا وجود للدولة بصراحة، لا وجود للدولة.
في زاوية مقالات يكتب شكري الحسن في المدى العراقية: الجفاف يشعل فتيل النزاعات القبلية في جنوبي العراق. من المسؤول عن هذه النزاعات العشائرية، ولماذا المواطن دائما هو الضحية؟ يعني الآن هذا يثبت غياب الدولة وضعفها. يعني العشائر أيضا كانت في ثورة العشرين وما قبلها لها كانت أدوار مشرفة وأدوار ساعدت في تخليص العراق من الاحتلال. الآن العشائر أصبحت آلة ويعني أحد أدوات من الأحزاب الدينية التي تعتمد عليها، وقامت هذه الأحزاب الدينية باستغلال هاي العشائر ودفع المال والسلاح لهم. فضعفت الدولة كمؤسسة وبرز الآن الدور للعشائر وللميليشيات، وأصبحت الميليشيات المقدسة وهكذا. فممكن أي شيء يحدث بين العشائر، لا نعرف على تهريب نفط، على موانئ، على حصص معينة ممكن تحدث هذه. قبل كانت هناك الدولة القوية السيطرة التي تستطيع أن تقف وتجمع هذه، تقف يعني لوقف هذه النزاعات، ولكن الآن لا تستطيع الدولة لوقفها. نعم، ننتقل إلى صحيفة الزمان العراقية. في زاوية مقالات يكتب زيد الحلي: الحكومة تكره الصحافة. ويرى الكاتب أن الصحافة العراقية لم تشهد وضعا مأساويا مثل الذي عانته في السنين القريبة المنصرمة، والصحافة تموت ببطء أمام أنظار الحكومة، وهو موت مجتمعي بالكامل، هكذا يصف الكاتب. إذن دكتورة، حتى الصحافة والتعبير عن الرأي لم تسلما من الوضع الحالي. برأيك لماذا تكره الحكومة في العراق الصحافة؟ نعم، الآن احنا لو نشاهد يعني المشهد العراقي الآن، ليس لا توجد صحافة معارضة في العراق. الأحزاب هي المتنفذة، هي احتكرت الإعلام بما فيها الفضائيات والصحف، بالمقابل تمنع أي صوت مخالف ولا يمثل أجنداتها وتوجهاتها. فأي صوت حر حتى لو كان مو صحافة، حتى لو كان كلام، حتى وما حدث أيضا نعيد وما حدث للمتظاهرين وللناس اللي كانوا يتظاهرون بشكل سلمي، سلمي قتلتهم. إنها تخاف الميليشيات والأحزاب الدينية، تعرف إن وضعها الآن سقط أمام الجمهور العراقي، أمام الجماهير، وافتضح أمرها. فهي تخاف من كل صوت، صوت كان من قبل رجل أو من قبل امرأة. وأنت تعلمون ماذا حدث لامرأة في ساحة التحرير، كانت تطبخ الطعام للمتظاهرين، قتلتها. لماذا؟ مجرد لأنه هي واقفة مع المتظاهرين تعمل لهم الغذاء. فما بالك بالصوت المثقف الحر الذي يبث روح الوعي في داخل الشعب العراقي وفي ضميرهم. نعم، في ختام اللقاء أشكرك دكتورة انتصار، الشكر الجزيل. شكرا جزيلا. كانت معنا هاتفيا من لندن الدكتورة انتصار العبادي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان. حتى ألتقيكم مشاهدينا في حلقة مقبلة من أسبوع الصحافة، لكم أحلى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.